مرحبا بكم في هذا الدرس. سنتعرف على مكونين بسيطين نستخدمهم يعني في حالات محددة فقط. المكونين هما ليبلد إيديت. هنا هي عبارة عن هنا ليبل وفي الأسفل إيديت، يمكن الوصول إليها بشكل منفرد. يعني هي عبارة عن التالي، عبارة عن مكون إيديت ومعه مكون ليبل هنا، لكنهما متصلان ببعضهما البعض، وهذا هو المميز فيهما. يمكن الوصول إلى خاصية ليبل هنا أو النص الموجود عليها، مثلا إذا كتبنا التكست هنا فهو متعلق بالليبل، أما إذا ذهبنا إلى كابشن أو خاصية متعلقة بالنص إيديت ليبل هنا، إيديت ليبل هنا نختار النص، مثلا سنقول له تكست أو تكست بالإنجليزية، وكل الخصائص الأخرى المتعلقة بأي مكون ليبل. أما التكست أو الإيديت فهو عادي، كل شيء معروف فيه عادي. مكون جيد مميز، يعطي لنا خاصية رائعة جدا في حالة لا نريد أن نقوم بإضاءة وقتنا في تصميم واجهة المستخدم ووضع الليبل وحدها أو الإيديت وحدها. المكون الآخر والذي هو كولور بوكس، موجود في قائمة أديشنال. كولور بوكس هو عبارة عن كومبو بوكس. هذه الكومبو بوكس في قائمتها لا تحتوي على الايتمز، لكنها عبارة عن ايتمز موجودة مسبقا، يعني مكتوبة ويمكننا الوصول اليها. مثلا دعونا نقوم بمثال بسيط، نذهب الى البروبريتيز الخاصة بالكولور بوكس، ثم نقول له اون تشينج او في اون كلوز اب، يعني اي واحدة منهم. مثلا سنقول له اون كلوز اب، سنقول له form1.color قيمته مساوية للكولور بوكس، كولور بوكس 1.color بهذا الشكل، يعني شيء بسيط جدا. كان يمكننا القيام بهذا العمل. دعونا نجرب، مثلا نقول له green. كما نرى عندما نغير لا يتم التغيير مباشرة، والسبب ما هو؟ نختار هذا اللون، والسبب لماذا لا يظهر لنا الكولور؟ المشكل فيه هو أن الخاصية كولور متعلقة بلون المكون، أما اللون المختار فهو من خاصية selected فقط. دعونا نقوم بالتجربة من جديد، نختار maroon, green, olive, gray، أي شيء نختاره فيقوم بالتغيير مباشرة. الخاصية يعني أو المكون هذا يعني تقليل فقط للعمل، ليس إلا يمكننا عمل كومبو بوكس ووضع فيه الألوان التي نريدها، يعني كل لون، لكن سيضيع علينا الوقت لكي نقوم بإنتاجها بهذا الشكل. يعني سنضع جميع الألوان وكل لون نربطه بالتكست ونقول له التكست وكذا كذا، ونضع ألوان لها وبحث عليها، يعني فهو يقوم بعمل اختصار للوقت أثناء التصميم. مكون عملي جدا، يمكننا استخدامه في الكثير من الأماكن.